قلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشرا عبر قناة دبي ريسنج. وتابعت ويانا وشاهدت الشوط الأول المحليات والشوط المهجنات برفقة زميلي عبد الرحمن أحمد أمين، وكان الشوط الأول من نصيب الشايبة لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وشوط المهجنات كان من نصيب نجدة لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ها هي انطلاقة الشوط الثالث بالترتيب، وهو الشوط الأول للجعادين المحليات الأصايل اللي جاية لأصحاب السمو الشيوخ. ونسير وياكم بمقدمة هذا الشوط. أرى الآن في المركز الأول، ركز في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم علي. نشوف وياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، الآن يحصل تغيير على مقدمة هذا الشوط. أرى الآن في المركز الأول الطويل في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مبارك بن عيسى المطيوعي. المركز الثاني، أركز في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد بن مروشد. وفي المركز الثالث، أرى اللي في المركز الثالث من الجانب الثاني يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة. وفي المركز الثاني لطيف في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن زيد بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر أحمد بن علي السوداني. وفي المركز الثالث، الطويل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مبارك بن عيسى المطيوعي. وفي المركز الرابع، أركز في المركز الرابع نشوف وياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء. وصلنا إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع، ركز في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد مروشد. وفي المركز الخامس، منادي في المركز الخامس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر بطي بن طارش بالقبع. وفي المركز نشوف المركز السادس النصر في المركز السادس لسمو الشيخ زايد بالمر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي. وفي المركز السابع مشوش لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن طماع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز التاسع مبعد لسمو الشيخ سيب بن خليفة بن سيب بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. وفي المركز العاشر الرمادي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر عبد الله بن خلفان بالصايق المزروعي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى شاهين لا زال مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة كابتن المضمرين خليفة بن سالم بالصقعة. وفي المركز الثاني من الجانب الثاني، ركز في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد
بمروشد وفي المركز الثالث. المركز الثالث لطيف لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر أحمد بن علي السوداني. وفي المركز الرابع مشوش لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الخامس منادي في المركز الخامس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر بطي بن طارج بالقوبع. وفي المركز السادس طماع يغير إلى المركز الخامس في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز السادس الرمادي لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان بقيادة جنتلمان السيد عبد الله بن خلفان بالصايغ المزروعي. وفي المركز السابع النصر لسمو الشيخ زايد بالمرمى المجتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي. وفي المركز الثامن شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز التاسع مبعد لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. وخلونا مع مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا الرمادي، الرمادي يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر عبد الله بن خلفان بالصايق المزروعي. المركز الثاني شاهين، لكن هنا التغيير من شعار هجن العاصفة على ظهر شاهين يغير وينتقل إلى المركز الثاني بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام الصراع بين الرمادي وبين شاهين على مقدمة هذا الشوط. يا سلام الرمادي، الرمادي لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان بقيادة المضمر عبد الله بن خلفان بالصايق المزروعي. وفي المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. الرمادي بدأ الآن يباعد، بدأ يغادر بمقدمة هذا الشوط. يا سلام يا الرمادي لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان بقيادة المضمر عبد الله بن خلفان بالصايق المزروعي. يا سلام على هذا الأداء الجميل الذي قدمه الرمادي في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا الرمادي يقترب إلى خط النهاية. تهانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان على فوز الرمادي بالمركز الأول، شاهين في المركز الثاني لهجن العاصفة، المركز الثالث لطيف لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان، المركز الرابع مبعد لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد النهيان، وفي المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. التوقيت الزمني من مخرجنا بوعدنا ساعة وصول الرمادي إلى خط النهاية قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وغدرة 8 دقائق ثانيتين 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان، تهانينا للمضمر عبد الله بن خلفان بالصايق المزروعي، والذي وصل في المركز الثاني شاهين قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وغدرة 8 دقائق 3 ثواني بالوفاء أو بالتمام. تهانينا لسمو لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدي الجتبي لطيف في المركز الثالث قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وغدرة 8 دقائق 4 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان، تهانينا المضمر أحمد بن علي السوداني.